السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى القناة ديالي والوصفات اللي كنوجد لكم. اليوم غادي نديرو لي بتي بان شوكولا كيف تتشوفوا في الفيديو. كيجيو سهلين بزاف، كيجيو لذاد بزاف وسهلين في التحضير، ما كتعذبش في تصويبة د لاباط. لهاد لي بتي بان غادي نحتاجو 600 غرام ديال الدقيق، ان يوغورت ناتوريل، ثلاثة معالق ولا أربعة ديال السكر، تقريبا داك 70 غرام، أربع كاس الزيت، معلقة كبيرة تخميرة الخبز، خمارة، ساشي ديال الفاني، أربع معالق صغيرة الملح، ومعلقة صغيرة الخل، وتقريبا 250 مليليتر ديال الماء، وبيان سور غنحتاجو الشوكولا للحشوة. دونك فوالا، كنخلطوا داك العناصر كامله. كنبداو بالخميره والماء وكندوبوها، ومن بعد كنبقاو نضيفوا العناصر الاخرى، الخماره والسكر والزيت والطحين والخل والسكر فاني، وتنحركوا تنخلطوا مزيان، تنخليوه يتعجن كيف تتشوفوا دابا في لا فيديو. كنعجنوه بحال هكا حتى العجينه ما كتبقاش تلصق في الجناب، كتشد راسها. ما باغينش العجينه تجي جاريه، وما باغينهاش تجي قاصحه، باغينها تجي كيف تنقولوا تكون ما جاريه ما قاصحه، المهم كتمطلوقه. دونك فوالا، كنكملوا بهاد الطريقه هذه. كنخليوه يتعجن على خاطرو، على ما كترطب لينا داك العجينه. كي تشوفوا هنا يا رب بدات كتجمع، نزيدها واحد شويه. من بعد منين غادي تعجن مزيان غنخليوها تخمر. فوالا، نزيدوها واحد شويه بحال هكا، كتشوفوا هي مجموعه ما كتلصقش في الجناب. ومين كنقيسها شيو كي العجينه رطات بها مزيونه مرخيه، ماشي قاصحه وماشي جاريه، وهذا هو اللي عندنا به الغرض اكزاكتومون. دونك فوالا، نعجنها ونقلبها، ومنين فوالا مين كتوجد كنخليها تخمر داك الثمن، داك 45 دقيقه، 45 ل 50 دقيقه. من بعد ما خمرت كنهز العجينه، كنحتاج النشا باش غادي نورق. النشا داير فيه شويه ديال الخماره، وكنحتاج الزبده باش كندهن العجينه. دونك تنحط العجينه ديالي، كنحطها في داك البلاصه اللي غادي نطلق فيها العجينه. كيف تتشوفوا ساهله، نتوما كتشوفوا ما كتلصقش مين كنهزها. غادي نطلقها، غنخويها في داك سطح العمل، وغادي نطلقها بالخاطر حتى كتطلق لي كلها، كيرجع السمك ديالها قل من سنتيم، كترجع سمي زعما كترجع ميم با، كترجع داك نص سنتيم هكا تقريبا، ميم با. عندي الغرض انها تطلق مزيان، تسرح، كنسرحها كلها فوق داك البلاصه اللي انا خدامه فيها. دونك فوالا بحال هكا، ما كنحتاج لا ندعكها لا والو، ندلكها لا والو، وغنطلقها دابا بالدلاك بشويه بشويه، غادي نطلقها مزيان. وفي مسات تمكنت يوم الوقوف عبد الله عالي.
دونك فوالا سيادنا من بعد ما طلقت لاباط غادي ناخذ الزبده والنشا وغادي نطال عليه هذاك الزبده كامله غادي نتهنا فوق من هاد لاباط ديالي كل هاد الدهن ما نخلي فيها حتى بليصه كندهن مزيان داك الزبده حيت هي اللي كتخليه يجي مغرق داك الزبده وداك النشا الا ما كاينش النشا دير غير الطحين ماشي مشكل دونك تندهن هذيك الزبيده كلها في لاباط ديالي كامله حتى كلها كتدهن كنكمل بهذه الطريقه هذه بحال هكا فوالا تبدا تشوفوا مكان بليصات كلهم حتى الجنيبات كل شيء كندهنوا حيت داك الزبده هي اللي كتخلي هاد الجهه هكاك مورقه فوالا منين ندهنها كلها غادي ندردر فوق من هذاك النشا عاود بحال شكل الزبده كندردر داك النشا فوقها كامله كيف تشوفوا هكا فوالا من بعد غادي نحاول نجمع هاد العجينه غادي نتنيها غادي نتنيها بحال الشكل اللي كتشوفوا هكا كندورها بحال اللي كتشوفوا هي من الاحسن تطلق لاباط تطلقها على شكل مستطيل باش كتجي سهله حتى في الجميع وكتجي كتجي مقاده مي بون الا ما طلقتيهاش كلها مقاده ماشي مشكل ما كتجيش معيقه وصافي وتنتنيها بحال شكل ملويه من بعد بحال هكا وكنخليها تخمر دابا ضروري عاود كنخليها تخمر 21 حتى 30 دقيقه باش كتجيني سهله عاود في الطليق دونك غنخليها تخمر 20 حتى 30 دقيقه عاود نولي نهزها ونخدمها عاود نطلقها بالدلاك كيف تتشوفوا بحال هكا غنولي عاود نطلقها بالدلاك حتى كترجع ايطاليا مزيان كترجع مطلوقه مزيان بحال المره الاولى كي طلقتها لانه دابا المره الثانيه ملي غنطلقها هي فين غادي ندير مستطيلات مستطيلات اللي كنقطعهم كل مستطيل كيخصو يكون تقريبا داك 7 سنتيم في العرض و 15 سنتيم في الطول وكل مستطيل غيدير لي كرواسا دونك كنحاولو نقطعوهم مستطيلات هكا مقاده باش تجي الكرواسا ديالنا زوينه دونك انا نكمل بهاد الطريقه كيف تشوفوا غنطلق لاباط وندير مستطيلات نقطعها على شكل مستطيلات ونكمل معكم من بعد باش نلقى الله ما تما قريت بلا
دونك من بعد ما درت مستطيلات كتشوفو درت في قلب منهم شكلات باش غايجيني في وسط الكرواسات، وكنلويهم على شكل كرواسه، كنلويهم ما كنزيرش يدي، كنخلي يدي مخفيفه. فوالا كنكملهم بحال هاد الطريقه هادي، كندير دي كرواسون. ما بغيتيش دير شكلات، بغيتي دير كونفيتور ديرو، بغيتي دير اللوز العجينه ديال اللوز ديرها. المهم داكشي كيبقى اختياري وانتينا واللي بغيتي. دونك فوالا كنكملهم بهاد الطريقه هادي. من بعد كنحطهم يخمروا، كنخليهم يخمروا عاود حتى كيتنفخوا مزيان، داك 30 حتى 40 دقيقه 45 دقيقه. ومن بعد كندهنهم بصفار د البيض، حليبه ولا قهوه. المهم انا باش ندهنهم اليوم ما ندهنهمش بالبيض، ندهنهم غير بالحليب والقهوه، قهوه وندير فيها شويش ديال الحليب بارد وندهنهم. ومن بعد كندخلهم الفران، كنخليهم في الفران على الفرفاره داك تقريبا 200 درجه الحراره. كيف تشوفوا هكا كيجيوني قبل ما يخمروا، حطيتهم وغادي نغطيهم ونخليهم يخمروا. ومن بعد ملي غيخمروا لي كيف تشوفوا بحال هكا هما من يخمروا، دهنتهم بداك الخليط ديال الحليب بالقهوه كيف قلت لكم، حليبه بارده وقهوه، وصافي. وغادي ندخلهم الفران. كان هما مين كدير لهم الفرفاره كيزيدوا يكبروا، كيزيدوا كيزيدوا كيف تنقولوا كيكبروا، كيجيو مفشفشين. دونك فوالا كندخلهم يطيبوا كي قلت لكم. ومن بعد مي كيتحمروا من الفوق وكيطيبوا مزيان، كنخرجهم للفران وكنقدمهم، كندردر عليهم شويه سكر كلاصي. كيمكن لكم الا بغيتو كيمكن لكم دهنهم بكونفيتور ديال المشمش ودير فوق منهم رقائق اللوز. انا ما كانش عندي اللوز، درت رشيتهم بسكر كلاصي. كيف تشوفوا تيجيو رائعين في المنظر، كيجيو لذادين تري بون. الدراري كيحمقوا عليهم، الكبار كيحمقوا عليهم. كيمكن لك تقدمهم للكوتي كما كيمكن لك تقدمهم للفطور. كنتمنى ان لا غوسيت ديال اليوم تكون عجبتكم، وكنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى انكم تشاركوها مع الناس اللي كتبغيو، اصدقاء ديالكم، الحباب ديالكم، وانكم تبارطاجيو وتشتركوا في القناه باش تزيدوا تشوفوا الجديد اللي كنحط. مازال ان شاء الله الخير القدام، ومازال يجي وصفات اخرى. دونك ما تنساوش تضغطوا على الشكل على زر الاشتراك وتبارطاجيو كيف قلت. دونك فوالا سيادنا، كنتمنى ان اليوم كنت ضيفه خفيفه عليكم. في رعايه الله، ونشوفوا في فيديو اخر. مع السلامه.